والآن ننتقل مباشرة لتحليل أهم الأخبار في السوح الرياضية وأولها تداعيات مباراة الهلال والشرطة القضارف. نعم، يمكن الهلال حقق فوز صعب على الشرطة القضارف في الدور الممتاز واستعاد المركز الثالث، فوز صعب 3 أهداف مقابل هدفين. صحيح الهلال قدم الشوط الثاني بهدفين وسجل هدف ثالث، ولكن الشرطة عادت في نهاية المباراة وتمكنت من تسجيل هدفين، ولكن الهلال حقق الأهم وعاد بالنقاط الثلاثة اللي هي في إطار التنافس على الصدارة بينه وبين المريخ والأمن عطبرة. حقق نتيجة مهمة، أنه دائما الفوز خارج الأرض حتى لو كان صعب هو في ينصب في أنه في الاتجاه الصحيح في أنه الفريق يحقق نتائج ويحصل على النقاط حتى ينافس على بطولة الدوري الممتاز. أيضا مباراة يعني الجهاز الفني على بعض السلبيات، أنه الفريق بيستعد لمباراة النجم الساحلي التونسي في 27 من الشهر الجاري في رادس. يمكن الجهاز الفني وقف على كل صغيرة وكبيرة وأشرك عدد من اللاعبين لم يشاركوا المباراة الماضية حتى أنه يجهز كل اللاعبين للمباراة. في المقابل فريق الشرطة القضارف توقف في 10 نقاط والهلال ارتفع إلى 25 نقطة. الشرطة بدأت متراجعة جدا في 5 جولات الأخيرة، فقد عدد كبير من النقاط داخل وخارج ملعبه، فبالتالي على المسؤولين أن يداركوا الأمر للفريق حتى لا يهبط للدور الممتاز. نتمنى انه يعني تعيد ترتيب الاوراق حتى انه يلعب مستوى جيد في المباريات القادمه حتى انه يدخل على مراكز الوسط. ايضا امس الخرطوم الوطني فاز على الفلاح عطبره بهدف وحيد، الخرطوم ارتفع ل 17 نقطه والفلاح توقف في 16 نقطه. الفلاح يمكن 5 6 مباريات الاخيره كلها تعرض لهزائم وتعثر بالتعادل رغم بدايته القويه، يعني حتى الاسبوع الخامس كان حقق نتائج جيده رغم صعوده لاول مره لبطوله الدوري الممتاز. لكن عثمان يعني في الفترة الأخيرة بقى في عنف كبير من قبل الجماهير، حصب الملاعب بالحجارة والقوارير وغيرها من التفاصيل الثانية بتاعت العنف، فشنو ممكن تتوصل له لجان الانضباط والمراقبة في الحادث اللي حدث ما بين مباراة الهلال والشرطة القضارف هناك؟ يعني نعم، يمكن احداث توالت بشكل كبير، يعني الاتحاد العام يعني يتهاون في بعض الاحيان في كثير من المباريات، نفرض عقوبات على الانديه وحتى انه جماهيرها لا تكرر ذات السلوك في المباريات. قريب الهلال نعم. يعني صحيح، يمكن الجماهير حصلت ملعب سلوك غير حميد في الملاعب، اتمنى انه ما نشهده في المباراه القادمه، اتمنى انه يكون مراقب المباراه ضمن ملاحظات حتى انه يعني اللجنه الانضباط تصدر قرار حاسم حتى لا تحدث تفلهات مستقبلا. امس الهلال استنكر قرار اللجنه الانضباط فيما يخص باحداث مباراه القمه اللي اصدرت عقوبات على الهلال بحرمان الجمهور من 3 مباريات وغرامه 100,000 جنيه مع الزامه ب يعني صيانه كل الاضرار اللي حدثت في استاد خرطوم على قرار ما حدث في مباراه القمه، ولكن الهلال رفض واكد انه استئناف. هو من حق الهلال الاستئناف، ولكن الرفض والتشجيع على السلوك السيء للجماهير ممكن ان يتطور الامر في المباراه القادمه، فقرار لجنه الانضباط كان يعني قرار سليم وحكيم، والعقوبه لم تكن كبيره، يعني عقوبه مخففه على حرمان الجماهير يعني حتى انها لا تكرر الاحداث مستقبلا في المباريات القادمه، وتنضبط الجمهور دوره ينحصر في التشجيع والوقفه خلف اللاعبين، وعليها ان ينضبط في المدرجات حتى لا تحدث احداث مماثله في المباريات القادمه. اتمنى ان الجمهور ينصرف لدوره الاساسي في تشجيع اللاعبين فقط ولا يميل للعنف حتى لا تتحول ملاعبنا لبورسعيد اخرى. نعم، ايضا مباريات الدور الممتاز مريخ الفاشل وكمان رابطه كوستي. نعم، اليوم يمكن مباراتين في الجوله ال 15، يستضيف مريخ الفاشر في ملعب النقعه فريق الرابطه كوستي، مباراه صعبه على الفريقين. المريخ الفاشل حقق نتائج جيده ووضعته في المركز الخامس برصيد 20 نقطه، الرابطه تراجع كثيرا هو في المركز ال 13 في الترتيب برصيد 12 نقطه. المريخ يسعى للفوز حتى انه ينافس على المراكز الاولى، وفي المقابل الرابطه يسعى للتفوق حتى انه يدخل لمراكز الوسط. ايضا هناك مباراه في بورسودان، حي العرب بورسودان حيستضيف اهلي مروي، حي العرب حقق نتائج جيده جدا هذا الموسم ووضعته في المركز الرابع برصيد 24 نقطه، وفي المقابل الاهلي مروي تراجع كثيرا هو في المركز ال 12 برصيد 13 نقطه. مباراه اليوم نتوقع لها قوه واثاره خاصه انه الفريق جميع الفرق تسعى للتقدم نحو المراكز الاماميه، لان الدور الاولى فيها مباريات حاسمه لاعتبار انه تحقيق النتائج جيده راح جمع اكبر عدد من النقاط تساعد في التقدم وتفادي الهبوط في الدور الممتاز. طيب عثمان، يعني المدرب الهلال الجديد حماده صدقي اللي احدث كثير من الجدل حتى في منصات التواصل اللي تعني نسبه لجمهور الهلال ما بين الرضف وما بين الشد، لو تكلمنا عن هو يقود الهلال المواجهه القادمه ما بين النجم الساحلي، حنشوف كيف ممكن يقدر يعني يوفر للهلال الأرضية الثابتة اللي بتخلوه يعبر النجم الساحل في المباراة القادمة. نعم، هو التوقيت غير جيد
تغيير المدربين على اعتبار انه الاستقرار الفني مطلوب. ما يعاني منه الهلال خلال المباريات الماضيه على المستوى المحلي والافريقي هو تغيير الاجهزه الفنيه وعدم الاستقرار الفني، وده ادى لتذبذب النتائج لانه المدارس الفنيه مختلفه وطريقه اللعب تختلف من مدرب لاخر. ولكن الحسنه الوحيده في انه المدرب مدرب عربي وهو يعني لا يواجه ازمه في ما يتعلق باللغه ومعرفه بالكره السودانيه. حماد صدقي يعني كانوا لاعب مميز جدا وحقق انجازات كبيره جدا مع يعني معروف على مستوى المنتخب ونادي، يعني كان لاعب معروف وكبير وعنده خبره كبيره حتى على مستوى التدريبي، يعني احدث نقله في من الفرق الصاعده من القاع الى القمه، عنده تجربه مميزه جدا مع فريق الجونه حقق معاه نتائج جيده وتقدم به للامام. ايضا فريق سموحه حقق معاه انجازات كبيره وصنع فرق من القاع الى القمه ووضع بصمته، مدرب مميز جدا ومدرب صاحب شخصيه قويه، ونتمنى انه دي ما تنعكس لانه دائما اداراتنا الادارات الانديه السودانيه تحب يعني تعشق المدرب الضعيف الشخصيه حتى ينقاد لقرارات وتفرض عليه يعني وضع التشكيله وخلافه. وده نتمنى انه مجلس الاداره يكون انتبه جيد لانه هو صدقي معروف انه تجربه في الجونه من قبل، سام غالي مدير الكره تدخل ودفع باستقالته مباشره انه يرفض التدخل في عمل الفني، ومعروف اداره الهلال تتدخل كثيرا في عمل المدربين الفني. نتمنى انه تدرك تضع يعني لهذه الجزئيه تضع لها الف حساب، لانه معروف المدرب يرفض التدخل في عمله وهو يعني صاحب شخصيه قويه ومدرب خلوق جدا، يعني يمكن ان يضع بصمته مع الهلال. صحيح الفتره قصيره بين مباراه النجم الساحلي، ولكن هو اكد انه يعرف كل صغيره والكبيره عن الهلال، يمكن ده يساعده في انه وهو طالب على فكره ببقاء حسن مصطفى الجهاز الفني حتى يعينه في الفتره القادمه. وبالتالي يعني حماده صدقي يمكن خيار انسب للهلال حاليا، هو مدرب جيد ومميز جدا. نتمنى انه اداره الهلال ان تمنحه فرصه كامله وصلاحيات وان تبتعد عن الشان الفني وتترك له كل ما يتعلق بالشان الفني وتوفر له جميع المعونات حتى انه يستطيع انه يتقدم بالهلال ويبني فريق للمستقبل. نعم، ومن نادي الهلال الى نادي المريخ، وطبيب المريخ يزف البشرى للجماهير بعوده نمر والنعسان. نعم، يمكن صناع المريخ نمر النعسان تعرضوا لاصابات في مباراه الهلال كادوغلي، وكانت اصابات مزعجه خاصه انه اللاعبين الاثنين يعني من العناصر الاساسيه في تشكيله المريخ للمباريات القادمه، خاصه نمر اللي انقذ المريخ في كوستي وفي عطبره، هو لاعب مدافع ولكن هداف، وايضا خالد النعسان دور كبير في الوسط والهجوم. دي يمكن خيارات تمنح الجهاز الفني فرصه جيده، خاصه انه المريخ واجه الامل عطبره في مدينه الحديد والنار فيهم في الخامس عشر من الشهر الجاري، مباراه اللي هتحسم امر الصداره الدوري. الفرق بين المريخ والامل نقطتين فقط، 27 ل 29 نقطه. الامل دائما يعني يلعب بقوه امام الهلال المريخ في عطبره، وكثير ما تعرضت ثنائي القمه للهزائم في عطبره والتعادل، فبالتالي الامل يعني عازم على تحقيق الفوز على المريخ حتى يعتلى الصداره. المباراه هتكون صعبه جدا، هي الفائز منها هو اللي هيواصل صدارته وينفرد بصداره الدوري الممتاز، فبالتالي المريخ يحتاج لكل العناصر في هذه المباراه، وعدتهم امر جيد، خبر مفرح للجماهير وخيارات جيده للجهاز الفني حتى يضع تشكيله مناسبه لمباراه الامل. طيب عثمان، ناخذ اضاءات عامه عن قرعه كاس العالم للمنتخبات الافريقيه. نعم، هي قرعه يمكن تهم السودان على اعتبار انه تاهل للمرحله القادمه في التصفيات الافريقيه المؤهله للمونديال قطر 2022. الكاف امس اكد يعني سحب القرعه في 21 يناير القادم من عام 2020. تاهلت 40 منتخب ستلعب في التصفيات، القرعه انتظرها 40 منتخب افريقي. تاهلت 14 منتخب عبر مرحله التمهيدي من ضمن منتخب السودان اللي فاز على تشاد، و 26 منتخب الافضل تصنيفا منتظره القرعه اللي هي هتنضم لها ال 14 منتخب لتكون 40 منتخب. ستلعب التصفيات في مارس 2020 وتنتهي في اكتوبر 2021. سيتم تقسيم الفرق ال 40 الى 10 مجموعات، كل مجموعه فيها اربع منتخبات، سيتنافسون ما بينهم ليتاهل 10 منتخبات، هيلعبوا دور من دور واحده بنظام الذهاب والاياب. العشر منتخبات يتاهل منها خمسه لتمثيل القاره الافريقيه في مونديال قطر 2022. نتمنى حظ اوفر لمنتخبنا في انه القرعه ترحم ترأف به وتضعف فيه، رغم انه ال 40 منتخب اللي تاهل 26 منتخب هي افضل تصنيفا مؤكد، حيضع تضع القرعه في مجموعه صعبه جدا من المنتخبات المصنفه اولا غانا وجنوب افريقيا ومنتخبات تونس والمغرب ومصر، فستكون القرعه صعبه جدا والتنافس قوي وصعب، لانه يتاهلوا 10 منتخبات فقط من 40 منتخب، وحيتاهلوا منهم ايضا خمسه اللي المهمه صعبه جدا. نتمنى انه منتخبنا يحقق نتائج جيده في التصفيات ان شاء الله. احنا شكرا لك كثير جدا المحلل الرياضي والكاتب الصحفي عثمان الاصبات على هذه المساحه التحليليه لاهم الاخبار الرياضيه، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وشكرا لمشاهدي الشروق.